سبع أسرة لم ترى مثلها من قبل على الطريقة التكنولوجية. فيوتشر أوتو موشن بيد. هذا السرير مجهز بمصعد خاص متصل بشاشة تلفزيون مسطحة، ومزايا النظام هي من الواضح أن الناس لا يشاهدون التلفزيون طوال الوقت. بالطبع هناك حوامل خاصة بها، أجهزة تلفزيون قابلة للسحب، ولكنها ليست رخيصة، كما أنها تشغل مساحة إضافية بالمناسبة عندما يكون التلفزيون مخفياً. كما تزول المصعد آلية الدوران ميزة إضافية بفضل أنه يمكنك مشاهدة التلفزيون من أي مكان من الغرفة. يكون المحرك صامتاً تماماً أيضاً، وهناك أيضاً نظام خاص لا يسمح لك فقط بإخفاء الأوراق العديدة بشكل صحيح، ولكن أيضاً للحفاظ عليها مرتبة. ريست بيد. هنا لدينا سرير يوفر تجربة نوم جديدة للمستخدم. قد تلقى اسمه لسبب واضح للغاية، وهو قطعة من الأثاث تعدل شكله وفقاً لموقع المستخدم. وتتكون المراتب من عدة طبقات، وبالتالي تقدم العديد من المزايا. يوجد غرف هواء تدعم الركن، وهاتفاً خاصاً يتكيف مع شكل الجسم. بالإضافة إلى هذه الميزات، قام المطورون بتجهيز منتجهم بأجهزة استشعار ذكية لضمان أقصى قدر من الراحة للنوم. يتم تقسيم مساحة السرير إلى خمس مناطق في منطقة أسفل كتفي منطقة الرأس والوركين والساقين. يمكن ضبط نعومة كل منطقة يدوياً باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، أو يمكنك استخدام طريقة أخرى تجعل السرير نفسه يحدد وضعك بمساعدة المستشعرات، ثم يقوم بضبط المعلومات بشكل مستقل أثناء الليل، وبالتالي يجمع السرير الباقي عدة مراتب منفصلة ذات صلابة وشكل مختلفين لكل جزء من أجزاء المنتج. فون دوم. قطعة الأثاث التالية التي نريد أن نظهر لك أنها ليست بالضبط سرير، لكنك لن تواجه مشكلة في النوم في هذا الكرسي المتطور تقنياً. وقد تم إنشاء سرير دوم النهاري من قبل متخصصين إسبان، حيث عمل المصمم على التصميم النهائي للمنتج الذي يدور حوله سرير النهار 360 درجة بمفرده حتى تتمكن من أخذ حمام شمس طوال اليوم، حيث يتم اختيار قماش الباتلين الخاص الذي تم اختياره من الخارج لأشعة فوق بنفسجية ومقاومة للعوامل الجوية. وتشمل الميزات البارزة الأخرى أربعة إضاءات مدمجة في السماعات، وحتى مأخذ الطاقة يحتوي الكرسي أيضاً على في البطارية، والسعر حوالي 2500 دولار. HS Auto. فيما يلي مثال رائع آخر على كيفية تحسين مساحة المعيشة في المباني السكنية. تقدم شركة HS Auto من سنغافورة حلاً مثيراً للاهتمام لتوفير المساحة في الغرفة التي ينتجها ويبيعها مجموعة واسعة من الأثاث. مهما كان أبرزها في رأينا، هل هذه الأسرة مثالية للبيوت والشقق الصغيرة؟ وذلك لأن منطقة النوم مدمجة في الخزانة، وبالتالي عندما لا تحتاج إلى هذه الأسرة يمكنك إخفاؤها حتى لا تشغل مساحة كبيرة. إيجو موشن. سيكون هذا المنتج الأمريكي بمثابة اكتساب مثالي لأولئك الذين يجدون أن السرير والمكان المثالي للشفاء والاسترخاء. في الواقع حركة من إطارات سرير مختلفة لوضعها أي فراش عليها سمة رئيسية للتصميم، وهي القدرة على التحول، وبالتالي يمكن للشخص أن ينام في أفضل وضع ممكن للحصول على راحة صحية، وتقع الساقين فوق مستوى القلب مما يعزز الدورة الدموية. وهناك أيضاً نقاط الدعم في منطقة أسفل الظهر لتخفيف التوتر إذا لم يحن الوقت للنوم بعد، مما يجعل حركة الإرهاق تجعل الإقامة في السرير ممتعة على أي حال. على سبيل المثال، يمكنك رفع جزء الرأس مما يجعله أكثر ملائمة لك للعمل على الكمبيوتر المحمول الخاص بك في بعض الأحيان. يمكن استخدامه أيضاً كحركة للأريكة. The Unlimited Bed. أظهر السرير الفاخر أن السرير يمكن أن يصبح بسهولة قطعة الأثاث الأكثر وظيفية، ليس فقط في الغرفة ولكن أيضاً في الأسرة بأكملها،
على الرغم من أن السرير يشغل مساحة كبيرة جدا من المساحة، لكنه يوفر أيضا مساحة إضافية للاسترخاء. يمكن اعتبار هذا السرير نظاما ترفيهيا كاملا، ويحتوي على أرفف كتب متكاملة بجانب السرير وغيرها من الميزات المهمة مثل السماعات، قابس اليو اس بي وطاولة منزلقة، ويمكن وضع خزانة على جانب السرير، وهناك أيضا أدراج تخزين. بيد أواي كومباكت. الشيء الوحيد الذي يلمح إلى وجود سرير هو نظام السكك الحديدية العمودي عندما يبدأ النوم بالفعل. ينزل السرير موضحا أنه طوال هذا الوقت كان السرير تحت السقف، وقد قرر مبدعو السرير استخدامها لإنشاء سرير لا يأخذ مساحة إضافية عندما لا تحتاج إليه. تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الهيكل لا يستغرق سوى بضع ثوان أيضاً. هو أيضاً عملية بسيطة، وحتى الطفل يمكن أن يفعل ذلك.